عمليات الوجود، عمليات الفتوحات. يا سلام على الأهداف الجميلة. كيف الجاي العزمي، كيف هذه الجميلة نتيجات من الجاري العزمي. يا سلام لهذا اللاعب الشاب، عمليات الوان-تو المميزة ما بين الجاري العزمي واللاعب باتريك فابيانو الذي يسجل الهدف الأول لنادي كاظمات في الدقيقة الرابعة. الصربي مدرك، هنا المتابعة، هنا الترقب الآن الثالث. يا الله، جول في الشوط الثاني. كاظمة يصنع الفروقات وفنيا أقوى في الشوط الثاني بتغييرات المدرب. المدرب ماتريك فلورين استطاع من قلب النتيجة في 3-0. والاحتكاك هذه جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الدفع هو الشغلة اللي تستحق يعني نقول ضربة جزاء أو خطأ. هنا محاولة ورائعة هي الكرة، والله جلاد نادي النصر يعود، فابيانو يعود، جلاد نادي النصر، جلاد فريقه السابق يسجل هدف في مرمى نادي السابق، ودائما ما يسجل على النصر ويظهر. الله، هذا اللاعب المحترف اللي يعجبك، هذا اللاعب المحترف اللي يطربك في أداء. شوف المرور، هذا اللاعب البرازيلي، شوف شوف ثلاثة مدافعين وحطها بالزاوية البعيدة. يا سلام يا فابيانو، يا سلام يا فابيانو. قلنا هذا اللاعب راح يعاني مع كارما في بقائه من صفوفه فيما إذا انتهى عقده مع النادي. شوف شوف السرعة، شوف اللعب في زاوية، والله ضيقها على نفسه ولكن وسعها. محاولة، يا الله، يا التقدم المميز من سلطان، سلطان صلبوخ، مهارات عالية، سرعة عالية، مهارات وسرعة ومجهود بدني عالي لهذا الأسمراني سلطان صلبوخ إلى رأسيتي. يوسف عدى، يوسف تقدم، يمكن يسدد، لكن إلى شاي الخميس، جميلة إلى سلطان، الرابع الرابع الرابع. الله 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 الله، باتريك فابيانو سجل الرابع بعد نقلات جميلة وتمرير. فابيانو يتقدم في التسديد، أحمد عادي، ولكن باتريك فابيانو سجل 1-0 لكاظمة في هذه المباراة في الدقيقة 46 أو 47 لصالح نادي كاظمة. هدف المباراة الأول وهدف اللقاء الأول عن طريق اللاعبين ما زالت موجودة، هذا ما زال موجود هذا الحماس من الفيحيل. لكن شوف 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 الثالث يأتي بعد لعبة ممتازة جميلة وعرضية رائعة وصلت بالمليمتر على رأس باتريك فابيانو أحد اللاعبين الذين
عاش كناني يلعبها الى باتريك فابيانو والمحاوله كره جول 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 باتريك فابيانو باتريك فابيانو بالدقيقه الثانيه في ثاني هدف وهدف اول فريق الدقيقه الثانيه باتريك فابيانو حارس المرمى والمدافع قدم سدد جول جول ثالث لكامل